عليكم. عليكم السلام. كل سنة وحضرتكم طيب. طيب الله يخليكم. صدق والله انا عندي سرير بس لازق في رجله جربل كده، فقلت ممكن تشنج. لا مفيش تشنج عندنا والله. مفيش اي لا 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 لا. طب في عندكم سراير؟ اه موجود ان شاء الله. طب ممكن تقول لي فين عنبر السراير؟ عنبر؟ قصدي قسم السراير عندك كده على اليمين. يمين كده؟ اه يمين كده. طب شكر جدا. شكرا. سراير حلو ما بتزيقش؟ لا بزيقش بجد والله. ان شاء الله. بس انا ما بحبش اللي بيزيق بيفضح في الحكايه. خد البرشام ده هيريحك لغايه ما تجي لي المستشفى وتدخل على قسم الاعصاب عدل. حاضر. بس شوف الحل ارجوك. انا العيال ابتدت تخاف مني في البيت. اعمل ايه؟ اسيب البيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده بس اتكلم مع الدكتور. يا دكتور. طب انت عندكم سراير في العياده؟ لحظه واحده من فضلك. لحظه واحده. حاضر. خلاص يا دكتور. اعتبر المكان مكانك، تمام؟ والكرسي خلاص اتحجز باسم حضرتك. تمام. هذا السرير ده كتم للصوت وده الهدف العنتاب لي. أمرني الله الحبابي. ربنا يخليك. ربنا يخليك والنبي. بس عشان أنا يعني بفزع شوية من الحركة دي. هل أنت كنت واقف مع دكتور ألف لا بأس شعر عليك؟ كنت بخصوص البق ده عيان. ألف لا بأس شعر عليك. الحمد لله. بقول لحضرتك إيه النبي؟ هو السرير اللي هناك ده كم هذا السرير؟ ده؟ 4500 جنيه لحد البيت. وحساب العربية عليه يعني كله 4800 جنيه. لا 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 مش عايز. الناس حاجة أوطى من كده يعني حاجة أوسخ من كده شوية. في ده 900 جنيه بالمشال. ده حلو قوي. ده أنا جربته. حلو؟ أنا جربت ده عملت كده وكده فكت من الصوت ما شاء الله. بكام حضرتك؟ 900 جنيه بالمشال لحد البيت بالمشال. اه طب لو أنا جيت شلته من هنا يبقى بكام؟ ب 800 جنيه. طب لو أنا جيت نمت عليه هنا بكام؟ والله انت ظريف جدا. ايوه ضحكتك عسل والله. بقولك مره واحد دماغه مشغوله قال له فين واتصل تاني. سلام ورحمه الله وبركاته. عسل والله. ربنا يخليك. طب السرير ده حقه ان شاء الله. هقعد ادفع الفلوس هنا في الكافيه؟ لا الكاشير هنا يا اكسلانس. حلو قوي. طب هو السرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ لو دفعت الفلوس النهارده هتاخده يوم الخميس. الخميس 22 بعد بكره. ايوه. مرسي يا سكنانس. واحنا بقى على الصبح الخناقات اللي هتبقى على المصرف وسنين المصرف السودا وبوزها اللي هيبقى تلات انطار قدامها. الحاجات دي اتغيرت ازاي؟ والسرير ده جاي امتى؟ طب هو السرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ بعد بكره. خميس. 22. ايه ده؟ نجلاء هو السرير ده جه امتى يا نجلاء؟ قبل سفرنا بيوم يا حبيب. قبل سفرنا بيوم يا حبيبي؟ ده نطلع اغنيه ده ولا ايه؟ يعني ايه قبل سفرنا؟ ايه ده؟ الخميس 29 غوليوس؟ الخميس 29 ايوه. نجلاء هو يا حبيبة قلبي السرير ده بقول لك ايه انت؟ ما
مالك يا راجل عمال تسالني من الصبح؟ ما انت اللي مركبه مع العمال بنظام. استنى 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 انت اللي في وشك ده النضاره دي وانا اقول الخنفان طار منين ده؟ يا لهوي سلامتك يا لمي، ما انت اللي جايبها لي ومركب السرير مع صناعيه قبل ما نسافر المصيف. مصيف؟ انا رحت معاكم المصيف. ايوه استاذ لمبي. ايوه مين معايا؟ انا الدكتور احمد الشواف اللي كان معاك ساعه الوقعه من اسبوع. انت كمان اسبوع؟ قول لي انت كويس دلوقتي؟ لا انا كويس، انا كويس، انا كويس. اه بس هو الايام الايام حصل فيها طب كده اهو مش عارف. طب بقول لك يا دكتور ابو شلاو شواف. ايه شواف. بقول لك يا دكتور شواف اديني العنوان بتاعك. ما انت عارفه يا سيدي. انا مش عارفه ولا مش عارفه. اديني العنوان، انا مش فاهم حاجه دلوقتي. طب اسمع، انا دلوقتي في البيت وطالع المستشفى، خد عنوان المستشفى تاني. استاذ لمبي المحامي وصل يا فندم. اهلا 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 مستر لمبي. اهلا اهلا اهلا. هاو ار يو؟ اي ام فاير. بيس. وحضرتك دكتور في ايه؟ انا بتعالج من ايه؟ انا عندي صرع ولا ايه؟ ها مستر لمبي بليز ريلاكس، انا عايزك تهدى خالص. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي؟ ده في اسبوع عدى من حياتي وانا ما مش هنا، انا ضاع. في ازاي عاد وصور الاسبوع موجود على الموبايل؟ تقول لي ازاي؟ الاسبوع اللي عدى ده كان بسبب الوقعه اللي انت وقعتها، عملت لك تربنه في المخ. والتربنه دي حلوه ولا ايه؟ يعني شويه لجلجه في مخك كده. لجلجه؟ ايه اللجلجه دي؟ يعني تخليك تنسى اسبوع المصيف كله، وممكن تفتكر وانت رايح المصيف مراتك مثلا. ما انا مراتك ممكن تفتكرها. اه امك. اشمعنى؟ ممكن ما تفتكرهاش. في حاجات تفتكرها وحاجات لا، بس مش ممكن تفتكر او تنسى كل حاجه. واضح انه وش ساعتك بيوحي لي انه المرض بتاعي دمه خفيف. ممكن حضرتك تشرح لي بالتفاصيل والتيتلز؟ انا هفهمك كل حاجه. بعد الوقعه بيوم. الو؟ ايه يا اسطى دكتور؟ الحقني، ده انا سلمت على قشه في السكرتير 7 مرات وحاسس اني عايز اسلم عليه تاني. اشرف ازيك يا اشرف؟ الحمد لله. عامل ايه الله يخليك؟ اه والله ازيك يا اشرف عامل ايه؟ انا كويس. وكل شويه اسلم عليه وكل مره بشوفه اول مره. ايه ازيك يا اشرف؟ عامل ايه؟ الحقني ازيك يا اشرف؟ انا كويس يا بيه. والله مش عارف ايه بقول لك ايه، والنبي روح انده لاشرف. واتقابلنا وعملت لك شويه فحوصات. الحمد لله لقيت المخ سليم والجمجمه كمان سليمه. بس في شويه تربنه بسيطه كده ولخبطه في اشارات المخ عندك. حطيت لك شريحه في كتفك تظبط اشارات المخ عن طريق العصب. انا بقى طورت الشريحه دي، خليتها تاخد من العقل وتديله عن طريق عصب الكتف، تنظم له تفكيره، تظبط له كهربته زي جهاز تنظيم ضربات القلب اللي بيحطوه تحت الجلد. يعني الشريحة اللي معاك دي تنظم لك حياتك. خلصت ولا لسه سكادانس؟ على فكرة الحكاية دي شغالة بقالها حوالي 9 سنين دلوقتي. يعني مطبقة فعلا والله. الجديد بقى، الجديد في الشريحة بتاعتك ان انا ممكن احمل عليها برنامج آلة حاسبة. اتفضل. والله يعني اعظم حسبة تحلها في ثواني. معقولة؟ امال. ومش بس كده، ممكن انزل برنامج تاني يخليك تحفظ كل ارقام تليفوناتك على دماغك. احفظ ارقام يعني دليل الهاتف يبقى على دماغي؟ طب ويا ترى هتنزل لي بقى الارقام دي بالرنات ولا ظبط المصنع؟ انا فاهمك. اتفضل معايا. اتفضل حضرتك. اقلع. اقلع يعني اقلع يا باشمهندس؟ يا اخي اقلع كمك. اقلع كم اليمين ولا الشلات؟ الشمال.
كم بس الدراع ده حاجة ولا ايه؟ ده مكان الشريحة. ايه ده دكتور؟ دكتور ده قاعد ينور، ده هينفجر ولا ايه؟